بحضور وزير العمل والتنمية الاجتماعية انطلقت فعاليات ملتقى الإرشاد الأسري تحت عنوان الإرشاد بين المهنية والمسؤولية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر على مدار يومين. المزيد من التفاصيل مع الزميلة خولة جرينيس. تحت عنوان الإرشاد الأسري بين المهنة والتطبيق بدأت أعمال ملتقى الإرشاد الأسري بمشاركة 80 متخصصا في هذا المجال من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم تسليط الضوء على كافة الجوانب المتعلقة بهذه المهنة وكيفية الارتقاء بها من خلال 10 ورش عمل متخصصة. الإرشاد الأسري لأن تعقيدات ومشكلات وصعوبات اللي تواجهها الأسرة العربية والخليجية والبحرينية واضحة، هناك عديد من الظواهر، عديد من الصعوبات، أيضا من ناحية تقنية في أدوات أو المهارات اللي تتوفر عند المرشد الأسري، هناك معايير واشتراطات وأطر قانونية وتنظيمية متطورة، نبغي نحرص ونتأكد من أن يعني الأمور النظام التنظيمية متكاملة. فهذا الملتقى راح يوفر الحقيقة فرصة كبيرة لكل المختصين من البحرين وخارج البحرين ودول مجلس التعاون لتطوير هذه المعايير وهذه الاشتراطات لخدمة الأسرة ومعالجة الظواهر الضارة في المجتمع. جمع من المتخصصين في الإرشاد الاجتماعي والنفسي والأسري والتربوي شاركوا في ورش عمل كانت أوراقها تتسم بالشمولية، حيث غطت كافة الجوانب المتعلقة بهذه المهنة. الحقيقة إنه التقاء المهنيين هو دعم لهذا العمل المميز الذي يخدم المجتمع في تحقيق الاستقرار والسعادة للمجتمع، وتضافر الجهود والخبرات هو يعني دعم لهذه الاستمرارية، ونسأل الله يعني إنه تكون هذه يعني خاصة في محاور الملتقى وعدة إعداد فائق تحتوي كل الجوانب المهنية التي تخدم العمل الإرشادي الأسري في منطقة الخليج. ملتقى الإرشاد الأسري راح يبحث في مهنية المرشد الأسري ومسؤولياته وفي القوانين الناضبة له لمهنة الإرشاد الأسري، في التحديات التي تواجه مراكز الإرشاد الأسري، في القوانين الحماية الأسرية على مستوى الدول العربية. راح يبحث في النماذج الموجودة في الدول العربية، يعني احنا عندنا ضيوف جايين من الأردن وعندنا إحدى الضيفات كندية ولكن هي تشتغل في لبنان، وعندنا ضيوف جايين من دول الخليج، السعودية، الكويت، عمان، فهم هاي كلهم راح يستعرضون تجاربهم هم في موضوع الإرشاد الأسري، ونتمنى إن إحنا نطلع بشيء مثل ما يعني قلنا نقاط محددة عملية تساعد في تنظيم هاي المهنة، لأن الآن المهنة حاليا غير منظمة. غير منظمة بقانون أو غير منظمة بتدابير تشريعية حتى تحمي المرشد الأسري. يعني جلسات ونقاش مستفيض حول الأساليب الصحيحة التي سيتم اعتمادها في المستقبل لحاجة المجتمع الملحة لمثل هذه المهن، فصلاح الأسرة من صلاح المجتمع. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.